نتكلم الآن إلى الأستاذة أمنية فخري، حركة تحيا مصر. دور المرأة طبعاً يعني. أعتبر نفسي إن هو لقاء سياسي بالنسبة لي. الحياة الرياضية كان ليها مساحة كبيرة في حياتي، والنهاردة ممكن نقول استكمال للحياة السياسية ليا. بتشرف وأتقدم في بداية كلامي للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وأتشرف إن أنا مصرية، وأتشرف إن هو رئيسي لكلمته اللي هو ألقاها في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن هو رجع تاني اسم المصريين عالي، خلى لينا فخر ان احنا لينا حد فعلا بيتكلم باسمنا، بيعبر عن رأينا، بيعبر عن شبابنا، بيعبر عن سيدات مصر، بيعبر عن كل حركات الحيوية اللي موجودة جوه الدولة، بيقول ان مصر مستمرة وهتمشي وهتكمل، مش هتوقف على حد، واحنا كمصريين موجودين وعايشين. ده بداية. الشق التاني ان انا بشكر سيادة الوزير الشباب والرياضة لدوره اللي موجود مع الشباب، بس انا بتمنى وبامل ان ان شاء الله الدور دوت ويزيد ويتفعل اكتر معانا فبملتقى الاول لينا النهارده، وان شاء الله هيطلع ان شاء الله بتوصيات. اتمنى ان التوصيات دي توصل، وان دي تبتدي تتاخد في خططنا ان شاء الله ان هي تتحقق. شكري طبعا للجمعيه ان هي اتاحت الفرصه ان الشباب يبقوا موجودين على المنصه، يعبروا عن رايهم، يقولوا هم حاسين بايه، ويقولوا بلدنا فعلا احنا محتاجين ايه عشان نقدر نكمل فيها. اخر شكر طبعا، وهبتدي في كلمتي بعد كده، لحركة تحيا مصر. وانا سعيدة جدا ان حركة تحيا مصر تأسست عن طريق اربع سيدات مصريات هدفهم كان اعلاء كلمة جمهورية مصر العربية، واثبات ان المرأة المصرية بتقدر ان هي تبقى موجودة في كل مكان، وتقدر ان هي تشتغل جنبا بجنب طبعا مع كل العناصر الموجودة. اسمحوا لي في كلمتي، هدف وجودي ضمن الحركة، أنا بداية الحياة السياسية بالنسبة لي بدأت لما انتقلت من الحياة الرياضية كبطلة عالم. أنا بطلة عالم في لعبة اسمها الخماسي الحديث. الخماسي الحديث. الخماسي الحديث هو لعبة مركبة. أنا أول بطلة عالم مصرية وعربية وأفريقية في هذه الرياضة. شرف ليا ان انا النهارده متواجده بتكلم باسم البنات المصريات. احنا كنا لما بنسافر بطوله بنبقى سفرة لدولتنا، سفرة للمراه المصريه، سفرة للمصري بشكل عام. وجودنا فوق اي منصه واحنا بنرفع علم بلدنا فهو احنا بنعتبره تمثيل، ما يختلفش عن اي جندي موجود وشايل ورافع سلاح بلده. فانا بعتبر ان الرياضه المصريه هي جزء من الاسلحه القويه اللي احنا هنقوم بيها الفتره الجايه، هي جزء اقتصادي وجزء سياسي وجزء ممكن يفيدنا ان احنا نتجنب حاجات كتير جدا. نبعد، واسمحوا لي ان انا استعين بكلمه سياده الرئيس الاخر، ومش هنخلي لهم كيان لان هم ما لهمش كيان في بلدنا. احنا مصريين وقدرنا نحافظ على هويتنا كمصريين، وهم كانوا موجودين بس عشان يظهروا ونعرف ان هم فعلا ما ينفعش يبقوا موجودين في وسطينا. وبالتالي الحمد لله ربنا قدرنا يوم 30/6 ان احنا نقول لا احنا اللي هنبقى موجودين في بلدنا. فانا حابه اقول ان احنا دور الحركه من اهم اهدافنا ان احنا بندعم الشباب والخبرات اللي موجوده دلوقتي على الساحه، ان هي تبقى متواجده في المحليات وفي مجلس الشعب، نبقى ظاهرين، لان احنا حسينا ان في فترة 25 احنا قمنا بالثورة، ولكن كان في ناس مستنية الجو الخصب دوت علشان تقدر تاخد الاماكن. لكن خلال الثلاث سنين احنا تعلمنا كتير، شباب كتير قدر ان هو يبني نفسه ويحقق لنفسه الكادر اللي هو قادر ان هو يحققه، ابتدى ياخد خطوات ايجابية. فمتهيألي ان احنا محتاجين ان احنا ندي الفرصة ديت في زيادة وجود الشباب في الاماكن ديت، فالدعم دوت احنا ان شاء الله موجودين فيه. قدرنا خلال الحركة ان احنا نقول، وان احنا ده اللي احنا بنقوله ونتمنى ان هو يبقى متواجد، يبقى لينا مقر في اكتر من دولة، وطبعا ده مع الجمعية ده شيء هايل جدا. وكان من اخر مقراتنا واخر حركة يعني دورنا ان احنا كنا متواجدين ضمن الوقفات الموجودة في الولايات المتحدة. انا اتشرف ان احنا كان في ناس متواجدة باسمنا هناك،
واتمنى ان احنا كنا كلنا نبقى موجودين هناك. احنا يمكن هتكلم بصيغه رياضيه شويه. الرياضيين عندهم هدف لازم يحققوه، وهدفنا ان احنا نفضل بلدنا بينا ولولادنا اعلى واعلى.